قيادة المجموعة بالشعار هجن العاصفة، وقيادة سعيد بن سالم تليها مع المركز الثاني. من الجانب الآخر، من الجانب الآخر أرى هناك أيضا برهومة لسمو الشيخ راشد بن حمدان برايد المكتوم، عتيج بن سالم بالعرض الحميري في عملية تضميرها وتدريبها، ومع المركز الثالث، المركز الثالث التحديات لريمة لسمو الشيخ حمدان برايد المكتوم ومتابعة أحمد بن سلطان بن رشيد. ننطلق مع المركز الرابع كي أرى التسلل في هذه اللحظات والقدوم من شهب التابعة لند الشبا وبقيادة سالم بن سعيد تتسلل. تنطلق مع المركز الخامس، المركز السادس أو المركز الخامس، أرى القدوم أيضا والتسلل أرهني منه. تتسلل مع المركز الخامس التابعة لهجن العاصفة، يقدمها أيضا في هذا التحدي سعيد بن سالم. ولكن من الجانب الآخر، من الجانب الآخر أرى هناك أيضا من حافة بالشعار سمو الشيخ عبد الله بن أحمد المعلى وعبد العزيز بن عبد الله بن موسى في عملية التضمير والتدريب. أنخلي تتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الثامن بالشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، وعلي بن هزيم من يتابع هذا الانطلاق. المركز التاسع، المركز التاسع أرى التحديات أيضا نتابع مغرية تتسلل في هذه اللحظات مع المركز التاسع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم. مسري بن سالم بالعرطي الحميري من يتابع انطلاقة مغرية، ومن الجانب الآخر أرى هناك أيضا متعبة لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم تتسلل مع المركز العاشر وبقيادة سعيد بن محمد بن حزيم. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندان الأول لل عشر الأسامي المتقدمة والمندفعة بناموس هذا الشوط. ولكن بنعود، بنعود مع الصدارة والتغيير، التغيير التغيير اللي طرى وجرى على مقدمة هذا الشوط. أرهني متعبة انطلقت بالصدارة، انطلقت بالمقدمة بهذا الشعار، شعار سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن رايد المكتوم، وانطلاقة سعيد بن محمد بن حزين مضمر الذكريات. ينطلق بالصدارة، ينطلق بالمقدمة، ولكن أرى الظبي مع المركز الثاني، مع المركز الثاني الظبي مع المركز الثاني ومع المركز الثالث أيضا. أرى هناك أيضا منوه الثنتين، الثنتين بالشعار هجن العاصفة وقيادة سعيد بن سالم. ولكن أرى التقدم، أرى التقدم مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الرابع. التحديات أيضا من مغرية لسمو الشيخ راشد من حمدان بن رايد المكتوم. مسري بن سالم بالعرطي الحميري من يتابع انطلاقة مغرية، ومن الجانب الآخر أرى هناك كريمة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، ومتابعة أحمد بن سلطان بن رشيد من يتابع، من يتابع هذا الانطلاق. التقدم، التقدم لحيلة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم، عملية تضميرها وتدريبها عند مسري بن سالم بالعرطي الحميري. ولكن من الجانب الآخر، من الجانب الآخر أرى التحديات أيضا نتابع القدوم في هذه اللحظات والتسلل، التسلل من الواعية التابعة لهجن ند الشبا وبقيادة سالم بن سعيد. من يتابع، من يتابع هذا الانطلاق المثير والتحديات، التحديات مثيرة، الانطلاقات رائعة. مغادرتنا للوحة الكيلو المتر الأخير، ما شاء الله تبارك الله، انطلقت منه، زارت منه، اندفعت بناموس هذا الشوط بهذا الانطلاق المثير. وأرى، أرى المساندة من الظبي، المساندة من الظبي، الثنتين بشعار هجن العاصفة ما شاء الله. ولكن أرى التقدم، أرى التقدم ما شاء الله تبارك الله، أرى هني الجوري بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، عبد الله بن مر بن سعيد بن حلوة من يتابع هذا الانطلاق المثير. واللحظات، اللحظات الأخيرة، الجوري، الجوري، الجوري انطلقت بالصدارة، انطلقت بالمقدمة بالشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وبقيادة، بتحديات أيضا هذا الانطلاق المثير.
ما شاء الله عبد الله بالمرمى الحلوه من يتابع انطلاقه الجوري واللحظات اللحظات الاخيره باعدت المسافه باعدت المسافه. تهانينا تهانينا لسمو الشيخ حمدان مراد مكتوم والتهاني لعبد الله بالمرمى الحلوه على فوز الجوري بالمركز الاول. المركز الثاني شواهين من هجن العاصفه ومع المركز الثالث تاتي ايضا الضبي من هجن العاصفه. المركز الرابع من هجن العاصفه. المركز الخامس تاتي ايضا بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم وبقياده مسهري بن سالم بالعرطي الحميري تنطلق مع المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن لنا عوده مع التوقيت الزمني ولحظات وصول الجوري الى خط النهايه. تاتي بتوقيت زمني مقدار هذه لحظات الوصول الى خط النهايه مشاهدينا متابعينا الكرام 6:09 وجزئين من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على فوز الجوري بالمركز الأول، والتهاني موصولة لعبد الله بالمرمى الحلوة. بينما الوصلات مع المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام شواهين من هجن العاصفة تاتي بتوقيت زمني مقداره 6:09 و5/5 من الثانية. تهاني موصولة لسعيد بن سالم واللي وصلت أيضا مع المركز الثالث. هذه لحظات وصول المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام. المركز الثالث نتابع ايضا وصول الظبي تاتي بتوقيت زمني مقداره 6:15 و1/5 ثانية. تهانينا لهجن العاصفه والتهاني موصوله لسعيد بن سالم. تهانينا للجميع والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها